مشوار لقاءاتنا ببرنامج يوم جديد مكفى معكم، بصرنا كثير نستضيف لورين عطوي ضيفتنا بالفقره التاليه ببرنامج يوم جديد. صباح الخير لك لورين. لورين انت معنا اليوم لحتى نحكي عن وان ويك ستاند، هيدا الحمله يلي عم ترافق شهر تشرين الاول يلي كلنا صرنا نعرف انه هو الشهر المخصص للتوعيه عن مرض سرطان الثدي، وطبعا عن اهميه الكشف المبكر بهذا المرض. خبرينا اكثر عن الموضوع. الموضوع هلا انه لبنان قد ما عم تتقدم بالطب بعد لازم التوعيه توصل لاكثر النسوان وللمجتمع يتقبل فكره السرطان اكثر وكيف يتصرف مع المريض. فالبروجي بلش على هالاساس انه نخبر قصص نسوان اللي عندهم بريست كانسر او سرطان الثدي، بس نخبر قصصهم بطريقه غير مباشره، ما بنحط صورهم او اسمهم، تنخبر قصصهم بنفس الوقت غير نسوان يقروا اللي عم بيكتبوهن ويستفيدوا من تجربتهم، يحسوا انه منهم وحيدين بهالمرحله الصعبه. وورا كل شعر مستعار في قصه نضال وصراع مع المرض، وعم بيكون باكثر من 80% بالاخر في شفاء بوجود الجسم الطبي اللي عندنا بلبنان كثير متطور، وبوجود اهميه التوعيه اللي حكينا انه بسبب الكشف المبكر فينا عن جد نزيد احتمالاتنا بالنجاة من هالمرض. شو عم نشوف هون بالصوره؟ هون عم تشوفوا حملة توعية عملناها مع الشباب، كنا نروح على ايفنتس كنا وتفرجوا تشجع التوعية بيلبسوا بيريكيت بيتصوروا، هذا فريق زيد اند ذا وينجز يلي حبوا يشجعوا المشروع أكثر ولبسوا كلهم بيريكيت. وأكيد نحن هون بنذكر إنه الأشخاص اللي يمكن بيتعرضوا للعلاج الكيميائي دائما في سايد افكت لهذا العلاج اللي هو تساقط شعر الراس. صح، وهالمرحله كثير صعبه للمراه خاصه لانه من انوثتها تكون انه الشعر كثير مهم لها، وصعب اكثر كمان بمجتمعنا انه تفرج العالم يمكن تمام العالم هيدا المرض. هو كمان صور حملات عملناها هون سمايل اند سترايك بوز، يعني ابتسم وخد بوز للصوره. وبهالحملات عم نعطي كمان فلايرز للعالم تا يشوفوا الويب سايت، يشوفوا المعلومات عن البريست كانسر، كيف يتصرفوا اذا عندهم حدا بالعائله عنده بريست كانسر، وما يخافوا يفحصوا حالهم ويشجعوا النسوان بحياتهم كمان يعملوا ماموغرافيز ويكتشفوا عن بكير اذا عندهم هالمرض. هيدي مره من تركيا كمان كان عندها بريست كانسر، وهي مثل انسبيريشن للنسوان لانه حاربت المرض وهلا عم تسافر العالم لترتاح. هون كمان عم نشوف حد سرير المستشفى الويك ستاند، وهيدي اول قصه خبرناها على الويب سايت. هي الفكره الويك ستاند تخبر قصص النسوان. انت لانه في كان تجربه شخصيه معك بحدا من العائله هيك بلشت الفكره؟ هي بلشت الفكره من 4 سنين، كان حدا بالعائله عنده سرطان الثدي، نشكر الله هلا صارت منيحه. وكانت هي عم تمرق الويك ستاند على اصحابها وتخبرهم انه كيف يتعاملوا بهالمرض، فحبيت هالفكره وسعها اكثر نسوان، فصرت انا مرق الويك ستاند نحكي مع النسوان خبرونا هن تجربتهم ونصائح لغير نسوان. انه هول كلهم عم يمرقوا كانوا نسوان خبروا قصصهم على الويب سايت تبعيتنا. بغض النظر عن كل الحملات يلي وسائل الاعلام عم بتقوم فيها، بعدنا بنحس انه في بعد خوف من هذا المرض. صحيح. مع التعاطي او الابروتش اللي انت قمت فيها يمكن بهيدي الطريقه اللي شوي هيك جديده مبتكره، بتحس انه رح يكون في تجاوب اكثر لهيدي الحمله وتوعيه اكثر وتكسري هول خليني اقول الحدود اللي العالم بتحطها وما بسموا بقولوا سخنت ما بقولوا من شو. صحيح. وبقولوا هيداك المرض بعدهم، حتى في ناس بتحس هيدي الطريقه رح تكون فعاله اكثر ان شاء الله. لهلا صار في كثير تجاوب منيح للمشروع، وحتى عم نحكي مع جمعيات معروفة بلبنان يلي عم بيعملوا حملات أكبر، وبركي الطريقة لأنه غير مباشرة عم نخبر عن القصص، ما عم نفرجي صورة المرة، عم بيرتاحوا يخبروا أكثر، فإن شاء الله بعدين نقدر نفرجي أكثر والعالم يرتاح أكثر بالموضوع يحكوا فيه. من وقت ما خلقت الفكرة لورين لحد ما هلأ تنفذت وعم بتقولي أنه عم بتلاقي تجاوب كتير حلو وأصداء حلوة، شو الستبس اللي مرقت فيها، شو المراحل اللي مرقت فيها لحتى عن جد قدرت تعملي من شغلة
فكرة مهضومة بمجهود فردي تكون أنه مشروع على حملة كتير مهمة يعني. هلأ بلش المشروع بكانون الثاني هالسنة، يعني صار المشروع بسرعة كتير تقبل بسرعة، ولأنه بركي الفكرة جديدة العالم تقبلوها بسرعة أكتر. هلأ أكيد كان عندي مساعدة كتير من أصحابي ومن عائلتي، وعندنا كتير معارف كمان عندهم breast cancer، اللي هو شغلة بتخوف وبنفس الوقت عم تعطيك دفع لحتى exactly. وكلهم عم بيصيروا النسوان أصغر بالعمر يعني عم بينصابوا بالbreast cancer. يعني عندي قصتين على الويب سايت عمرهم بال 35 لقوا انه عندهم breast cancer. مع انه نحن بنعرف هون، بحب ذكر كل المشاهدات خاصة، مع انه عرفنا انه كمان الرجال بصير عندهم صحيح. سرطان ثدي، بس بحالات كتير نادرة ومش بنسبة عالية قد عند النساء، انه عادة قبل الأربعين الماموغرافية او الصورة للكشف المبكر عن السرطان الثدي منا ضرورية عند اللي تحت الأربعين، الا بحالات كان في العامل الوراثي، الام، الخال، العمة منصابين فيه او الاخت. بس ما بيمنع انه واحد بعمر مبكر كمان يعمل فحص عند الطبيب النسائي، يمكن يعمل الصورة لحتى يطمن شوي باله، خاصة انه هلا المكانات يعني عم بتكون منا بقى مزعجة. يعني قبل كان يصير في شكاوى من النساء انه الماموغرافية مزعجة واخذ الصورة كتير مزعجة، هلا مع التطور بالطب عم بتكون الصورة كتير هينة وفيها تكفي نهار السيدة بشكل كتير طبيعي. صح، وحتى النسوان بالعشرينات فيهم هن لحالهم يعملوا السلف تشيك اب، يلي فيهم يشوفوا على حيالها ويب سايت للبريست كانسر، يلي بس انه بركي مرة بالشهر بيشوفوا بيفحصوا حالهم ويطمنوا، اذا لا لقوا شيء غلط ما يخافوا يروحوا على طبيب نسائي يطمنوا حالهم، لانه اهم شيء واحد يكتشف بكير، لانه طالما اكتشفوا بكير اكثر العملية أهيان وبيصحوا بسرعة أكثر. أوكي، بكل حملة بكل مشروع منقوم فيه عطول في مشاكل، في مطبات، في صعوبات بتعترض لنا طريقنا. شو الصعوبات اللي واجهتك؟ أكبر صعوبة كانت أنه بركي النسوان ما يرتاحوا ليخبروا قصصهم، ومثلا كان عنا كذا فرصة نشترك مع مثلا مجلات نخبر قصص، يخافوا أنه الغير عالم يقرون يعرفوا أنه كانوا مرضى، يعني هيدي بترجع على المجتمع كيف بعد ما عم تقبل الفكرة، وهيدي بركي أكثر شيء لقيناها صعبة الفكرة، أنه النسوان يحكوا، ويلي بدي أكثر نسوان يخبروا، لأنه طالما نسوان خبروا أكثر بصير في أكثر بركي سبورت بين النسوان، اذا واحدة عرفت واحد تاني عندها بريست كانسر بتساعدها بترفع لها معنوياتها بتشوفها انها صحيت معها يعني. اكزاكت، طالما هو بالسر المرة عم تتعذب اكثر، وبدل ما تكون عم تركز على علاجها عم تفكر ليه العالم حيعرفوا انا مريضة، انه كيف حيبين شكلي، ما بدي اولادها يعرفوا، كل هالقصص يلي احسن بركي تركز على مرحلة الشفاء اكثر من هيدا العالم. كان شي مؤتمر مع هوفمان لاروش، اي متى كان المؤتمر؟ خبرينا شوي اكثر تفاصيل عنه. كان المؤتمر نهار الجمعه الماضي، وكانوا جامعين كل الجمعيات بلبنان مثل فرفاس وميجلاد فاونديشن، وحكيوا عن هلا شو عم بيصير بالتوعيه بلبنان وشو حيصير، ومثلا شو هي ارقام الاصابات هلا بلبنان، يعني بيقولوا 1 out of 8 women، وحده من 8 نسوان حتنصاب ببريست كانسر، وجابوا اكيد سبيكرز معروفين بالطب بلبنان. وكانت فرصة لنا منيحة، لأنه حكينا مع جمعية شفنا شو هن عم بيعملوا كمان بلبنان وكيف معقول نتشارك معهم، وفي بعتقد هلا هالسنة حيصير في كتير قصص أكثر لتوعية بلبنان. بعد وان ويك ستاند شو المشاريع؟ لأنه منخاف مرات إنه تكون خاصة المشاريع اللي عم بتكون معتمدة على المجهود الفردي للشخص وتجربته الشخصية بحالتك كمان ما لها استمرارية، يعني بتخلص الحملة وهون بيخلص دوركم يمكن بهذا المجال، في مشاريع لبعدين لحتى تكفوا لحتى لهذا الحملة صداها يضل مكفى لبعدين؟ ايه هلا اوريدي الفكره الاساسيه للبروجي هو سبورت جروب، فعم بلش بطريقه نخبر قصص النسوان، حابين نوسع اكثر مثلا للكيموثيرابي سيشنز، كيف المره بتروح على المستشفى بلبنان هلا بعدهم تتعامل مثل حال مريض بحطوها باوضه بالمستشفى، فحابه وسع انه يصير مثلا في اوضه للنسوان اللي عندهم بريست كانسر يقعدوا مع بعض، يصير في اكثر تشارك بين هالنسوان اللي عندهم بريست كانسر يساعدوا بعض. وحضرنا نعمل حملات غير عن العاده، بحب جرب شيء جديد كل مره ونحكي مع الشباب اكثر عن الموضوع. وعم نشتغل هلا كمان على كتاب لا وان ويك ستاند، انه طالما جمعنا كفايه قصص
نطلع كتاب يلي فيه نصايح عن البريست كانسر، شو يتوقعوا، نصايح من غير نسوان، كيف مثلا يشتروا بيريوك، وين يروحوا يشتروا، قصص تسهلهم حياتهم. هول كلهم مشاريع حابينهم بهالسنه نعملهم. شو الفرق بين لما تكوني عم تتناولي هذا الموضوع بشكل طبي، ونحن سبق برنامج يوم جديد استقبل كثير من الاطباء، كثير من الاشخاص يلي يمكن اختصاصيين بهذا الموضوع، بيعطوك اذا بدك المرض وبفصلوا لك اياه، بيقولوا لك شو المراحل بده يقطع فيه كل شخص عم بينصاب بهذا المرض، بين لما يكون انت عم بتقربي على هذا الموضوع من قصص نسوان صارت معهم هذه القصه. بركي بهالطريقه بنساعد نسوان اكثر معنويا، لانه ما عم نحكي كثير طب، هو المشروع اكثر كسبورت كمعنويات. هيدي الشغله الحكي مع انه قد ما يحكي مع المريض ما حيقدر يساعده معنويا بالاخر، فمشان هيك هالمشروع بيساعد بهالناحيه، بكفي للحكيم والاطباء بيعملوا طريقه ونحن عم نجرب نساعد بغير طريقه، بالسبورت بالنصايح، هي قصص. حلو، كلمه اخيره بتحب تقوليها لكل يلي عم بتابعونا اليوم؟ ما يخافوا نسوان يفحصوا حالهم اذا حسوا في شيء بجسمهم، واذا في نسوان حابين يشتركوا بليز اتصلوا فينا على الويب سايت، في كمان ايميلز فيهم يتصلوا فينا تحت الهواء، ونحن بنزودهم بكل المعلومات اللازمه لانه نحن بدنا مشاركه كثير كبيره، ما هيك؟ اي، ما يخافوا نسوان يحكوا، ما حتحط صورهم، ما حتحط اسمهم، هي القصه الاهم شيء ونصايحهم. اوكي، اهلا وسهلا فيك لورين، ويعطيكم الف عافيه. وبحب كمان انا هون اقول لكل السيدات كمان ما تخافوا، خصوصا انه بشهر تشرين الاول بحب اذكر الماموغرافية او الصوره للكشف المبكر عن سرطان الثدي مدعومه من قبل وزاره الصحه، وبجميع المستشفيات في بروشورات عن الاسعار المخفضه جدا، يعني بصير عن جد كلفه الصوره كثير رمزيه. توجهوا باسرع وقت ممكن على اقرب مركز طبي لحتى اذا حاسين في شي غلط تعرفوا حالكم، ولو ما حاسين في شي غلط يعني واحد يعمل بريفنشن او يكون عنده وقايه للموضوع احسن ما يمرض يرجع يعاني ويصح. شكرا كثير لك. رح نتوقف هلا مع فاصل، من بعده بنكف باقي لقاءاتنا، ما تنسوا اليوم مايك فخالي رح يطلع عليكم بختام لقاءاتنا بتمام الساعه 10:30 ليتلقى كل اتصالاتكم. دكتور نبيل خوري كمان رح يكون له اطلاله مثل دائما مميزه، خليكم معنا بعد الفاصل متابعين لغايه الساعه 11.